الأحلام اللي أنا هذكرها لك ديت مفيش حد بيشوفها إلا إذا كان مسحور، ولذلك من علامات السحر ما سأذكره لك الآن. كل ما عليك أنك أنت تركز معي في الآية اللي أنا هقرأها ديت بإذن الله جل وعلا، وشوف إيه اللي هيحصل معك، ثم أخبرني بعد ذلك بالذي حدث معك. لكن أنا مش هقول لك إيه اللي هيحصل، عارف ليه؟ لأن لو قلت إيه اللي هيحصل دلوقتي ربما أن يجي واحد يقول كل الكلام اللي أنت بتقوله ده عبارة عن إيحاء نفسي بتسيطر بيه عن العقل ومفيش أي نتيجة أو أي لازمة لي. فغمض عينك يا أخي الكريم وخليني أقرأ ثلاث آيات ثم بعد ذلك حسألك سؤال. الآية الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وانت مغمض عينك الآن يا أخي الكريم، بسم الله، تنتفخ المعدة الآن بأمر الله، تنتفخ المعدة الآن، تنمر القدم اليسار واليد اليسرى، تصدع الرأس. أخبرني يا أخي الكريم، هل حسيت بصداع في رأسك؟ هل معدتك انتفخت؟ هل نملت إيدك الشمال أو رجلك الشمال؟ إذا كان الأمر كذلك فالآن فتح عينك واكتب لي في التعليقات. خلينا أكلمك عن الأحلام اللي كل إنسان مسحور بيشوفها ويعرف درجة السحر بتاعه متقدمة لحد فين، ويعرف هو في أي مستوى من سيطرة الجن عليه. أول رؤية من هذه الأحلام أن يجي الإنسان في منامه يشوف أنه ماشي في طريق، والطريق ده فيه مية مجبوبة أو مية مجاري، أو أن في حد مثلا لابس أسود وفيه مية مجبوبة أمام منه ويمشي ويخط المية ديت، معناته أن في شيطان عمل لك سحر. قد يكون هذا الشيطان من شياطين الإنس، يعني معنى صح ممكن واحدة تكون من الناس القريبة منك أو من أقرب الناس ليك، استحوذ عليها إبليس وجنوده فأرادوا أن هم يهلكوها في الدنيا وفي الآخرة، فقامت بعمل السحر ليك حتى أن هي تبعدك عن الله جل وعلا، فتقنطي من رحمة الله فتشوف المنام اللي أنت شفتي ده. بعد الرؤية ديت معناته أنك أنت تعرضت للسحر والسحر ده مرشوش، هتصحى من النوم في نفس الوقت هتبص تلاقي ان في خضران في رجلك من تحت وفي تنميل في رجليك من فوق، وهتبص تلاقي ان في صداع في راسك والايد اليسار الاطراف بيكون فيها منمله مع الام في الرجلين من فوق لمده مثلا ساعه او ثلاث ساعات لما تستيقظ من نومك مباشره. هي ديت الرؤيه الاولى، ده طبعا المستوى الاول من مستويات السحر المرشوش. اما في نوع تاني من السحر بيقال له السحر المأكول، فاول رؤيه بيشوفها الانسان ان هو بياكل اكله معينه، ممكن يكون في حد بيغصبك على الاكله ديت، فتبص تلاقي نفسك انك انت بتاكل بشراهه وبتاكل بنهم من هذه الاكله. لكن تعرف ايه الغريب؟ لما تصحى من النوم بتلاقي اثار او فضلات الاكل ده موجود في بقك وفي طعم ممرر، وايا كانت نوع الاكله اللي انت اكلتها بتلاقي ريحتها ببقك وبتلاقي بقايا منها ايضا في الفم. ده بقى بيسمى بسحر شياطين ليك، أو بمعنى أصح شيطان قام بعمل السحر ده وبيكون سحر خطير جدا، ودي طبعا في الفترات الأولى ليه. بعد ذلك بتحس إن في مغص في معدتك، إمساك شديد جدا، غثيان، تحس إن في حاجة كده زي القرقعة في المعدة، ويجي لك إمساك لمدة 3 أيام. هذا إذا كان السحر من قبيل الشياطين. لكن بقى السحر المأكول اللي انت مثلا روحت عند واحدة وضيفتك وقدمت لك عصير، مجرد ما تمسك كوباية العصير ديت بتلاقي ان طعمها مسكر حلو بطريقة فظيعة جدا، وربما انك انت تلاقي ان فيه فتات او شيء غريب جدا في العصير، لكن الاعجب من ذلك تبص تلاقي نفسك اول ما شربت بق من العصير ما بتكونش سميت الله جل وعلا، او ان الشيطان بيحاول ان هو يغفلك. ايه السبب؟ لانك لما دخلت البيت او لما دخلت البيت عند الناس اللي سحروك ما قلتش السلام عليكم ولا قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فانت ما انتش في مأمن من اهل البيت ولا في مأمن من الله جل وعلا، فانت في عش من الشياطين اذا كان هم اللي عملوا لك السحر. فتبص تلاقي نفسك شارب كوبايه العصير كلها او واكل الاكله كلها، بعد منها تروح البيت تلاقي ان نفسك غم عليك،
شامم ريحة مش كويسة في مناخيرك، تحس إن معدتك واقفة، تحس إن رجليك كده تقيلة، تحس إن جسمك مرهق، كأنك كنت شغال شغلانة مش قادر إنك أنت تبطل فيها نهائيا، وتحس إن الجسم كده كله على بعضه منهار. طبعا ديت العلامة من علامات السحر المأكول. هذه هي المرحلة الأولى والمستوى رقم واحد. المستوى رقم اتنين، السحر خلاص اتحط في جسمك، لازم بقى الشيطان اللي هو موكل بالسحر يسكن في هذا الجسد ويقيد لك. كل ده طبعا ما بيحصلش إلا بإذن الله جل وعلا. والغالب إن 80% من اللي بيصابوا بالأسحار وهم سامعيني دلوقتي ومتأكدين من كلامي ما بيكونوش في الوقت ده بيصلوا، ولو ربما إن هي سيدة هتكون كان ضوافرها طويلة، ما بتهتمش بأمور الفطرة، وكذلك الشخص ما بيهتمش بأمور الفطرة وما بيصليش، فمن هنا بيجي السحر. هنخش بقى في المرحلة التانية من مراحل السحر، وده اللي أنا عايزك تركز فيه معايا وتديني انتباهك. بالنسبة للأحلام التانية يا أخي الكريم، فبالنسبة لحلم السحر المغشوش هتبص تلاقي إن فيه كلب بيجر وراك، والكلب ده بيطاردك في كل مكان، أو إن في حد بيجر وراك، والحد ده شكله وحش جدا وبيحاول إن هو يلحقك، لكن هو أنت بتجري وهو بيجري، وتقول يا رب أصحى ويكون ده منام، وفعلا تصحى تلاقي إن جسمك كله متعرج ومتصب بماء، فمعناته إن السحر المغشوش حماك الله عز وجل وأنقذك منه. لكن الأدهى من كل ذلك، إذا كان السحر المغشوش ده أنت عمال بتجري وهم مسكوك، أو أنك أنت وجحت في إيديهم، فده معناته أن الشياطين سيطرت عليك في اللحظة دي. فمجرد ما تصحى من النوم أنت لسه في البداية، ركعتين توبة لله جل وعلا وركعتين صلاة لله جل وعلا والمحافظة على الصلوات، تشفى من هذا السحر. لكن قليل اللي بيعمل كده، ربما أنك أنت تترك الصلوات وتترك العبادات، حتى ان في بعض الناس يتوضوا وينسوا اساسا ان هم يصلوا، ولاجب في بينهم وبين الصلاه صدود وجبال بتحل بينهم وبين ان هم يقدروا ان هم يصلوا. اما عن المرحله اللي هم بتاعت السحر الماكول بقى، اذا كان السحر اللي اكل ده من قبيل الجن، فهتبص تلاقي نفسك انك انت بتطير من مكان لمكان، بتقفز وترمي نفسك من اماكن مرتفعه. فان حصل هذا الامر فانت تعرف ان في شيطان، والشيطان ده طيار، عشان كده السحر ده بيكون ايه ماكول، او تشوف نفسك انك انت واقف على اماكن مرتفعه. فانتبه لو انت تكرر عليك المنام ده، حاول انك انت ترقي نفسك. اما بقى في النسبه اللي السحر اللي الناس هم اللي اكلوه لك، في كلب اسود بيجري وراك، حمار بيجري وراك، بتجري في مقابر مش عارف تطلع من المقابر، حنش قرصك، دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه بقى انك انت تبص تلاقي نفسك انك انت بتتضرب في المنام وجسمك بيتخدر، ان في كلب بيعضك وتصحى تلاقي العضه في رجليك، ان في حنش عضك وتلاقي العضه دي موجوده معاك، انك انت بتقفز من مكان مرتفع وتحس بالقذف ديت، وتلاقي نفسك لما تصحى من النوم جسمك بينتفض، فده معناته ان الشيطان استوطن الجسد. فعايزين نتخلص من هذه الشياطين. هنتخلص منها ازاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نتخلص من الشياطين ديت، لازم اول حاجه ان احنا نتوب لله جل وعلا. فلو صليت ركعتين توبه ومشيت على البرنامج اللي انا هقول لك عليه، هتشوف في نفس الليله رؤيا، هتحكيها لي في التعليقات ان شاء الله اجاوبك على تفسيرها اذا اراد ربنا سبحانه وتعالى. فايه اللي انت هتشوفه في المنام يا اخي الكريم؟ اول حاجه انك انت هتصلي ركعتين توبه وتستعذ بالله عز وجل من الشيطان 10 مرات في اليوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من استعاذ بالله عز وجل من الشيطان اعاذه الله، فكرر 10 مرات. والله عز وجل بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. فزكك الله عز وجل وجعلك من الذين آمنوا، وجعلك أيضا من الذين يتوكلون عليه، وإن الله يحب المتوكلين. فتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك تلجأ إلى القبلة وتقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يسكن جسدي، وتحضر كوباية مية زي ديت أو جرد المية، وحتقرأ عليه سورة البقرة كاملة، وحتقرأ عليه آية السحر والحسد، وحتجيب بعد كده أزازة مسك زي دي، وحتيجي جاي في منطقة الجبهة اللي هي هنا دي كده، وحط عليها قطرات مسك كده، تمام. ثم بعد ذلك حاجي جاي مسح المسك ده كده وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وانت بتدهن المسك ده وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل، تكون متيقن في الله جل وعلا ان الله عز وجل هو الشافي المعافي. وبعد ذلك يا اخي الكريم هتيجي جاي مصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره، وهتستعذ بالله من الشيطان الرجيم قدر ما تستطيع، وهتقرا ايات السحر قدر ما تستطيع، ثم بعد ذلك تشرب من الماء اللي انت قرات عليه سوره البقره قبل كده وسوره آل عمران، ثم بعد ذلك تجي ايه جايم في مكان
معاك جرد الميه اللي انت قرات عليه، هتيجي قاري الفاتحه 7 مرات، وكل يا ايها الكافرون 7 مرات، وايه الكرسي 7 مرات، والمعوذتين والاخلاص 7 مرات، والزلزال 4 مرات، وتنفس في هذا الماء وتيجي مغتسل من هذا الماء وشارب منه قبل النوم مباشره. تروح على السرير بتاعك تكون متوضي وتمسح على السرير وتقول بسم الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما له وما انا من المشركين، اللهم اني وجهت وجهي اليك واسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك، لا منجا ولا ملجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. ثم تقرا ايه الكرسي، وامن الرسول بما انزل اليهم من ربه والمؤمنون، وتقول يا شافي اشفيني يا شافي اشفيني يا شافي اشفيني، لحد ما عينك تروح في النوم. ستجد ملك من الملائكة يرقيك بإذن الله وتشفى من هذا السحر ويبطل في الحال. شاركني في التعليقات بعد ما تقوم بهذه التجربة، هل حدث ما ذكرت لك أم لا؟ وشاركها لغيرك فالدل على الخير كفاعلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ياريت لو عندك طريقة بتقضي على السحر تماما شاركها في التعليقات، وقم بهذا التجربة وهرد عليك. وشارك المقطع ده لأصحابك وأصدقائك اللي تعرفهم فالدل على الخير كفاعلي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.